تقول لي يا اخي ايه اللي انت بتعمله فينا ده؟ كل دي مقدمه في الفارنكس يا عم، ابدا في الفارنكس بقى، ابدا في الفارنكس ارحمنا. فطبعا انا برضو بكمل. يعني بص، هنا هنجد ادي الروف اوف ذا فارنكس، وهنا عندنا ادي الفارينجيال تونسل. مين اللي انا شايفه يا شباب ورا ده؟ ده يعتبر النيزل كافيتي. لما باجي اخش ابص على النيزل كافيتي من ورا، بلاقي الايه المنظر الحلو ده، بلاقي الايه المجموعه الحلوه ديت، دي بنسميها الكونكي البروزات او البروجكشنز، دي بنسميها النيزل كونكي. خلاص كده. ولما نخش بقى في النيزل كافيتي هتلاقي الكلام ده سهل يعني. وادي النيزل كافيتي من فوق، ادي العظم بتاع الجمجمه، من تحت ادي الهارد بلد او السوفت بلد اللي هو يعتبر سقف البق، صح؟ دخلنا في الاورال كافيتي اللي هو سقف البق، ادي التانج زي ما احنا شايفين. خلاص كده. وهنا عندنا طبعا اللون الموف ده شباب كله هو بيشير الى كميه المناعه اللي موجوده في الحته دي، زي ما احنا عارفين طبعا نيزل كافيتي والاورال كافيتي القرف كله في الحته دي. خلاص كده. فنجد هنا طبعا الايه الليمفاتيك، شايف كل ده الليمفاتيك تشو. خلاص كده، ده كل ده الليمفاتيك تشو، الليمفاتيك تشو البنفسجي ده كله. خلاص كده. في تونسلز هنا لينجوال تونسلز بتبقى على التنج. خلاص كده. في البلاتاين تونسل دول احنا بنشيلهم دايما، واخد بالك، في عمليه اللوز بنشيل دايما البلاتاين تونسلز دي. خلاص كده. انما طبعا عندك كل ده مناعه. خلاص كده. كل ده ايه؟ كل ده مناعه. وانا اقول لك دي بنسميها الايه التيوبال تونسل، دي الاكستنشن بتاع الفرنجال تونسل، كان الفرنجال تونسل هنا ودي اللي ايه منزله اولادها يعني. خلاص كده. طيب ده حلقه طبعا من الليمفاتيك بتتكون في منطقه الفارينكس، تتكون من الفرنجال تونسل والتيوبال تونسل اللي هي المجموعه دي بنسميها التيوبال تونسل، واخد بالك، والبلاتاين تونسل اللي هي التونسل ديت البلاتاين تونسل، وعندنا اللينجوال تونسل اللي هي التونسلز اللي بتبقى موجوده في اللي هي التنج اللي هي ديت اللينجوال تونسلز، وفي عندنا اللاترال باندز اللي هم دول بنسميهم الايه لاترال باندز. فانت عندك عدد كبير جدا من الايه التونسلز في المنطقه بتاعت الفارينكس ديت، بنسميها الوالداير رينج او الفالداير، انا مقتنع ان هي فالداير، خد بالك، قد تكون فالداير او والداير رينج، ماشي. والفالداير رينج زي ما قلنا اكتر من تونسل، الفارينجيال تونسل خلاص كده، والتيوبال تونسل، معلش انا بقول شويه بلاتاين، انا اسف انا اسف، وادي اللينجوال انا اسف، وادي اللاترال باند. شوف الحلقه، شوف كل ده، تعال نرقمهم كده عشان بس منظر الحلقه مش باين يا جماعه. اهو 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 اهو، شوف عاملين حلقه خلاص كده، الفالداير رينج، واخد بالك، او الفالداير رينج. طيب خلاص كده. طيب اوكي، عشان لو لقيتها في كتابك يعني. طيب هنرقم بقى، ادي النيزل كافيتي، ادي الاورال كافيتي، وادي اللارينجز بدايه الحنجره، او ممكن نقول على حسب بقى الليفل بتاعك يعني. لو رجعنا ورا شويه كده الحته دي، الحته دي كده شويه، ايوه، ده النيزو فارينكس، ده الاورو فارينكس، وده الارينجو فارينكس. خلاص كده. وطلعت قدام شويه، ادي النيزل كافيتي، الاورال كافيتي، الايه اللارينكس، دول قدام ودول ورا. خلاص كده. مين اللي بيغلف الكلام ده كله؟ ماسلز كده لسه هناخدها ان شاء الله في الفارينكس، اللي هي كونستريكتور ماسلز اوف ذا فارينكس، بتحوط كل الكلام ده. طيب طبعا وانا جايب لك رسمتين كلينيكال، ليه انت ما تطورش كلينيكال يعني؟ ده كلام يعني اي كلام كده. خلاص هنجد هنا طبعا، ادي رسمتين اهو، ادي الرسمه الاولانيه دي الاورال كافيتي، وادي البلات، وهنا ادي عندنا بلاتو جلوسال ارش وبلاتو فرنج الارش، والحته دي اللي هي البلاتاين فوسا اللي هي بيخش فيها، او تونسيلر تقريبا فوسا اللي هي بيخش فيها الايه البلاتاين تونسيل. وهنا جايب لك النيزل كافيتي والايه واول جزء من اجزاء الفارنكس، وهنا في عندنا تونسيل ثانيه تسمى الفارنجيال تونسيل. خلاص بقى كبرنا، يبقى دي اسمها الايه البلاتاين تونسيل، دي اسمها الفارنجيال تونسيل. طيب لو البلاتاين تونسيل كبرت هتسد لي الايه المدخل بتاع الاورال كافيتي، صح؟ طيب لو الفارنجيال تونسيل كبرت، لا دي هتسد لي المدخل بتاع النيزل كافيتي، الاورال كافيتي تحت اهو ما فيش اي مشاكل فيه. خلاص كده. طيب تعالى بقى نشوف كده الايه الابلاي بتاع كل واحد. دي طبعا اللي احنا بنشوفها اللي هي اللوز، خلاص كده، اللي هي التونسل انفكشن، مش عارف والله اذا كانوا بيطلقوا دي لوز برضه ولا لا، بس اهو دي طبعا اللوز، التونسل انفكشن اللي هو الابنورمال انلارجمنت اللي هو تضخم في البلاتاين تونسل، بيبقى نتيجه فايرال او بكتيريال انفكشن. خلاص كده. وطبعا ده بيعمل ايه؟ بيعمل اوبستراكشن، بيقفل الايه الاوروفارنكس، بيقفل الايه المدخل بتاع الايه الاوروفارنكس، طبعا بيعمل مشكله في ديفيكالت في السوالوينج، في الايه البلع، بلع الاكل. اما نيجي نشوف بقى الثاني بقى اللي هو الانلارجد فارينجال تونسل، ده بيبقى ويل ديفلوبد في العيال الصغيره اليانج تشيلدرن، لكن بعد كده الفرنجال تونسل ده المفروض ريجريس، بيبدا ان هو يعني يبدا ان هو يصغر تدريجيا زي ما شفنا في الرسومات الثانيه، بيبقى حته صغيره خالص. خلاص كده. بيبقى يبدا ان هو يصغر عند سن 6 7 سنوات. اذا حدث انلارجمنت في الفرنجال تونسل ده خلاص كده، وبدا ان هو التونسل ده يبدا ان هو يبالجنج، يبدا ان هو يكبر كده، فطبعا هنا ده كان بيقفل الاوروفارنكس. تعالى بقى نعلم الحته اللي احنا عاوزينها، نكمل كلامنا احسن الفيديو الجاي.